العالم صورة متكاملة لمجتمع مترابط بكافة فئاته، كل فرد فيه يمثل قطعة من هذه الصورة، وتربطه بمن حوله مجموعة من المفاهيم والعلاقات التي ترسم المجتمع بدقة حتى تكتمل الصورة بكل تفاصيلها الجميلة. ويمثل الأشخاص ذوي الإعاقة أحد أهم الفئات التي تبذل جهود كبيرة لإدماجها الكامل في المجتمع. وانطلاقاً مما تقدم، تنظم جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حملة إعلامية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية تحت عنوان معاً تكتمل الصورة نحو مجتمع عربي واعٍ دامج للأشخاص ذوي الإعاقة. وذلك إدراكاً لأهمية اعتبار المؤشرات الدولية والإقليمية التالية: بلغ عدد سكان العالم نحو 7 مليار نسمة، بينهم 1 مليار تقريباً من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمثل هذا الرقم حوالي 15% من إجمالي سكان العالم. أكثر من 100 مليون طفل تقريباً يعاني من إعاقات مختلفة. الأطفال ذو الإعاقة أكثر عرضة للعنف حوالي 4 مرات من الأطفال الغير معاقين. حوالي 80% من الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في الدول النامية. حوالي 50% لا يمكنهم تحمل تكاليف الرعاية الصحية. هناك أكثر من 60 مليون شخص من ذوي الإعاقة يعيشون في المنطقة العربية، وذلك بسبب العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تزايد الصراعات المسلحة والإرهاب. عدم وجود بيانات عربية مدققة حول أعداد وتصنيفات الإعاقة خاصة في المناطق الملتهبة. وجود نسب من الأمية خاصة في المناطق الريفية. بعض الممارسات والمفاهيم الاجتماعية الخاطئة. عدم الوعي بأهمية الكشف المبكر للإعاقة. وفي هذا الإطار قامت الدول العربية منفردة ومجتمعة من خلال منظومة جامعة الدول العربية بجهود هامة يأتي في مقدمتها التصديق على المواثيق الدولية والعربية ذات الصلة: العقد العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، القانون العربي الاسترشادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدليل العربي الشامل لمصطلحات الإعاقة، القاموس الإشاري العربي للصم. تخصيص يوم 13 ديسمبر كانون الأول من كل عام ليكون اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة. تكوين آليات وطنية لوضع سياسات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركاتهم أنفسهم. زيادة حصة الأشخاص ذوي الإعاقة في الموازنة العامة. تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص. توفير كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والإدماج في التعليم وإيجاد فرص العمل اللائقة. إتاحة الوصول قدر الإمكان. تنفيذ حملات توعية حول الأشخاص ذوي الإعاقة. وإدراكاً للدور الرئيسي للإعلام لدعم تحقيق الأهداف المنشودة لضمان حياة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة. تأتي الحملة الإعلامية معاً تكتمل الصورة لتشتمل على إنتاج مواد إعلامية تهدف إلى توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، خلق مجتمع عربي واعٍ دامج لهم، كسر حاجز الصمت المجتمعي حول تحدياتهم، زيادة التوعية بأنواع الإعاقات المختلفة، إبراز الجهود المختلفة وتبادل الخبرات الناجحة في المنطقة، تسليط الضوء على قصص نجاح حقيقية عن حياة بعضهم. ونسعى من خلال هذه الحملة إلى التوعية بأهمية الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار من العدالة الاجتماعية. معاً تكتمل الصورة نحو مجتمع عربي واعٍ دامج للأشخاص ذوي الإعاقة.